بالنسبة لفادي الخطيب شفته صار معه إصابة بركبته، ظهرني اهتمينا فيه، الشعر الفيزيو ساعدنا، جانا فوتني على الملعب ومشي الحال، كانت إصابته خفيفة بالوتر الجواني. بعد هيدي عمل هيد كونكشن وعلى الأرض ديخ ظهر ورجع فيت. بعد الجيم بالمقابلة مع غياس عمل ملاذ بدال وفقد الذاكرة، عملنا إسعافات أولية، دقينا للصليب الأحمر نشكره، نقلنا على أقرب مستشفى لأنه صار معه سيجر بالأمبولانس. دكتور غسان سكاف نيوروسيرجن هو عم يهتم فيه، ناطرين الكليرنس منه بكرة إذا في يلعب أو لا. دكتور ألفريد خوري تبع له إصابة ركبته ورح يهتم فيه بعدين. نشكر كل المحبين يلي اهتموا بموضوع فادي ويلي سألوا عنه من صحافي واتحاد ونادي ولعب.